أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هناك من ينسب إلى الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله أنه تراجع عن تكفير من ينحي الشريعة، فهل هذا صحيح؟ هذا من الكذب والافتراء على المسلمين وعلى العلماء المسلمين. الشيخ ما تراجع، واللي قال حق ما هو باطل حتى يتراجع عنه، أخذ من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، والشيخ ما هو بالإنسان المستعجل رحمه الله، أنا خابره أعرفه، كان يتريث وما يستعجل في الأجوبة ويدرسها، ما يصدر فتوى إلا بعد أن يتثبت فيه رحمه الله. نعم، أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. ويقول في تتمة في سؤاله: وهناك من ينسب هذا التراجع عن تكفير من ينحي الشريعة إلى فضيلتكم. نبرأ إلى الله من ذلك، نحن لا نتراجع عن تكفير من كفره الله ورسوله، وإن كذبوا علينا فحسابهم على الله. نعم، أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل ألح في عرض سؤاله ويقول: أني أعرف بعض الطلبة إذا جاءت الإجازة يسافرون إلى، أنا خابر أن فيه مرجئة الآن، فيه مرجئة الآن يريدون أنه ما يكفر أحد، يقولون ما دام أن الإيمان في القلب فلو عمل مهما عمل ما يكفر، حتى لو استهزأ بالقرآن يقولون ما يكفر، ولو وطى على القرآن وألقاه في المزبلة ما يكفر ما دام في قلبه إيمان. هذا مذهب المرجئة، وعلى هذا ما فعله الأمريكان ما يذمون عليه على مذهب المرجئة، لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم،